بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هنتكلم عن السيشن او نظام الجلسات. السيشن يا جماعة حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم تركزوا فيها. لما جينا في الدروس اللي فاتت اتكلمنا عن الكوكيز ممكن ما تستخدمهاش في المتصفح بتاعك، في ناس ممكن تستخدمها في ناس لا، لكن السيشن اجباري لازم تستخدمها. مستحيل تعمل تطبيق وفي مثلا تراخيص وادمن ويوزرات من غير ما تستعمل السيشن. السيشن هو اللي بيخلي الويب يتعرف على الشخص ده وعلى اعداداته المفضله. الفرق بين الكوكيز والسيشن ان السيشن بيسجل المعلومات كلها اللي كانت الكوكيز بتسجلها في جهازك، هو بيسجلها في فاريبلز على السيرفر، بتفضل طبعا معاك في كل الصفحات اللي انت بتشتغل بيها في الابليكيشن بتاعك لحد ما انت تقفل البراوزر ويروح صفحه الويب تروح، ساعتها السيشن بيروح بالحاجات بتاعته كلها لحد ما انت تيجي تفتح تاني ويبدا الجلسه من جديد. طبعا يا جماعه بيقولوا ان العملي احسن من اي نظري. احنا هنتكلم في العملي على طول وهندخل في الموضوع على طول، بس قبل ما ندخل بس هنقول كم معلومه بسيطه. السيشن زي الكوكيز برضو لازم تحطه قبل اي اوتبوت HTML، يعني ما ينفعش تحط صفحه HTML بتاعتك فوق هنا وتروح حاطط السيشن تحت. طبعا هيجيب لك ايرورز كتير في الهيدر وهيعمل معاك مشاكل، ده طبعا مش الصح. لازم السيشن قبل اي اوتبوت يطلع. طيب السيشن بتاعنا بنبداه ازاي؟ اول حاجه هنتعلم حاجه اسمها سيشن ستارت. سيشن ستارت يا جماعه ليها بتحط فيها اوبشن هنا اختياري في الدرس ان شاء الله الدروس الادفانسد هنتكلم عنه ايه هو الاوبشن ممكن نحطه هنا، لكن حاليا احنا هنقول له سيشن ستارت في صفحة السيشن الاصلية بتاعتنا اللي هي دي. حطينا سيشن ستارت قلنا له، يعني هنتكلم كده بالعامية قلنا له ابدأ الجلسة، يعني بدأت الجلسة بتاعتي. انا قاعد دلوقتي في التطبيق، هعتبر التطبيق ده بيتي ولا بيت واحد صاحبي. بدأت الجلسة بتاعتي وهبدأ بقى اعرفه مثلا على نفسي، يعني انا مين. انا مثلا اليوزر نيم بتاعي اسمه كذا، هسميه مثلا النيم كذا، بحب مثلا كذا، اكلة كذا. لما اروح اي صفحه في الدنيا نعتبر ان الصفحات التانيه دي اوض جوه البيت، لما اروح صفحه مثلا اللي هي الاوضه اوضه الجلوس هيعرف ان انا اسامه والاكله المفضله بتاعتي كذا. نفس القصه هو السيشن كده يعرفك انت مين والحاجات اللي انت بتحبها ايه في الصفحات التانيه عن طريق ان انت تبدا السيشن. سيشن ستارت يا جماعه مش بس ستارت، لا ستارت سيشن اور ريزيومي، يعني انت ممكن تبدا السيشن او تكمله، يعني تبدأ أو تكمل مش بس تبدأ السيشن. يعني أنا بدأت السيشن هنا في الصفحة دي، لو روحت صفحة تاني سيشن ستارت دي معناها كمل، يعني أنا كمل الجلسة بتاعتي هنا في صفحة تاني خالص اللي هي زي ما قلنا الأوضة التانية بالعامية. طيب لحد دلوقتي المفروض إن أنت ما تكونش فاهم حاجة، لسه ما فهمناش يعني برضو إيه السيشن ستارت دي وأنا عامل بيها إيه. لسه هنشوف الجلوبال فاريبل الخاصة بالسيشن اللي قلنا هنتكلم عنها في درسها، زي الجلوبال فاريبل الخاصه بالكوكيز لما اتكلمنا عنها برضو في درسها، هي اللي هتعرفك هنا الكلام ده كله. هبدا اسجل بقى يا جماعه عن طريق السوبر جلوبالز اللي هو الخاص بالسيشن. هبدا اسجل بقى بياناتي، اعرف انا بقى انا مين، يعني اعرفه انا مين وبحب ايه والكلام ده كله. اول حاجه اقولها له السيشن، شايفين يا جماعه السوبر جلوبال الخاص بالسيشن اهو، وبعدين اكتب له هنا مثلا يوزر نيم. السيشن يوزر نيم مين الشخص اللي في الجلسه ده اللي هو لسه داخل ده؟ اسامه. طيب نحط ايه تاني غير السيشن يوزر نيم؟ اي حاجه تعجبك طبعا، مثلا فود فيفوريت فود مثلا او فيف فود اي حاجه طبعا، بيتزا مثلا اي حاجه. طبعا انا بحط اي حاجات بس توري لكم الفكره كده. انا سجلت عملت ستور للفاريبلز للاعدادات بتاعتي او البيانات اي انفورميشن عندي، عملت لها انا زي ما انتم شايفين سجلتها في فاريبلز، فاريبل اليوزر نيم الخاص بالسيشن وفاريبل اسمه فيف فود حطيت فيه الفيفوريت فود بتاعي. كده انا بدات الجلسه حطيت بياناتي، ابدا اتنقل بين الصفحات علشان هو يعرف انا مين عن طريق الجلوبال فاريبل اللي اسمه السيشن ده. ابدا بقى منه اعرف في الجلسه انا رحت الاوضه الثانيه زي ما قلنا. الاوضه الثانيه هنا هتكون ايه؟ هتكون اللي هي الصفحه الثانيه. الصفحه الثانيه دي هدخل عليها هيروح السيشن يبدا او يكمل زي ما قلنا، يعرف عن طريق السيشن ده يعرف انا مين. انا دخلت الاوضه الثانيه عارف ان انا اسامه وعارف ان الفود بتاعي بيتزا، وبناء على الفود ده يجيب لي مثلا الحاجه اللي انا عايزها، ونفس القصه بناء على اليوزر نيم ده يعمل حاجه معينه.
طيب لحد هنا، قبل ما اشوف النتيجة، حد يقول لي انا اعمل ايه بالسيشن ده في الويب؟ يعني انا هعرف منين ان السيشن ده مفيد ليا؟ بسيطة جدا، تخيل معايا انت عملت لوجن صفحة ادمن فيها يوزر نيم وباسورد، كتبت اليوزر نيم اسامة والباسورد كذا، راح صفحة اللوجن عملت تشيك على البيانات دي في الداتابيس، لقى فعلا في يوزر اسمه ادمن والتراخيص بتاعته مثلا ادمنستريتور، يعني ده مدير يقدر يشوف جميع صفحات الموقع عن طريق السيشن في الصفحات. اقدر انا اقول له في حاله ان مثلا السيشن بيرميشن، مثلا لو التراخيص ادمن اديله الفول بيرميشن 1+2+3 يعمل كذا كذا كذا. طب في حاله ان هو مودريتور مثلا اللي هو المود اللي هو قبل الادمن شويه، لا اديله بس التراخيص التعديل والاضافه مفيش حذف. طب في حاله اليوزر لو هو مثلا يوزر عادي، وهو جاب منين اليوزر دي؟ جابها من البرميشن اللي في الداتابيس، والبرميشن اتسجلت مثلا في السيشن. لو السيشن برميشن بيساوي يوزر مثلا، لا اليوزر ده اخره اضافه، تديله اضافه بس. يعني عن طريق السيشن اقدر استعمل نظام البرميشن كامل بتاع اليوزرز، اقدر عن طريقه لو الشخص ده ادمن يفتح له اللوحه، لكن لو حد جه دخل على الصفحه دي وهو مش ادمن هيقول له مثلا ان انت ما تقدرش تدخل وما تقدرش تشوف الصفحه دي. كل الكلام ده هنعمله طبعا في الامثله ان شاء الله في نفس دروس السيشن دي، مش هنعملها بعيد عشان الناس تفهمه 100%. طيب حاليا عملنا احنا صفحتنا، وهنروح زي ما قلنا يا جماعه هنعمل بقى ايه صفحه اللي هي هنقول عليها الاوضه الثانيه. هقول له ايه href بيساوي page2.php. عملت انا صفحه تانية اهي، واكتب هنا room number 2 مثلا، يعني او page number 2 اي حاجة طبعا زي ما انتوا عايزين اهي room number 2. وهروح انا في room number 2 دي هعمل صفحة تانية سميها page2.php، page2.php اهي صفحتي التانية. في صفحتي التانية دي بقى يا جماعة هعمل ايه؟ هروح اقول له هنا هكمل السيشن، عشان بس في ناس تبقى فاكره ان هو بس بيبدا، لا انت كمان بتكمل السيشن هنا. اقول له سيشن ستارت، بدات السيشن بتاعي في الصفحه الثانيه يا جماعه. عايز بقى اطبع، عايز اطبع البيانات في السيشن ده عشان اعرف الاوضه الثانيه دي اللي انا دخلت فيها تقول لي انت مين. هيقول لي انت مين، هقول له ايكو مثلا سيشن، عاملين هنا اسمه ايه في الصفحه الاولى؟ اسمه يوزر نيم، يوزر نيم. واروح طبعا اطبع له رساله هنا، نعمل كونكاتينيت، هقول له هالو يوزر نيم، هالو مسافه يوزر نيم مثلا هاو ار يو، دي رساله عاديه. بعد كده اطبع له الرساله الثانيه your favorite food is مسافه وكونكاتينيت، بعدين اطبع له السيشن اللي بعديه بعد اليوزر نيم اللي هو ايه الفيف فود، يور فيفوريت فود از كذا، بس الحاجتين دول. وانا هنا عندي الفيف فود اهو عامل له تعريف، واليوزر نيم عامل له تعريف. وهروح عند صفحتي هنا واروح للصفحه الثانيه، قال لي هلو اسامه هاو ار يو، يور فيفوريت فود از بيتزا. جاب منين فيفوريت فود از بيتزا دي؟ جابها من السيشن اللي انا سجلته في الصفحه الاولى اللي هو ده. سجلت السيشن اهو يا جماعه في صفحتي الاولى اهي سيشن، قلت له ان السيشن يوزر نيم بيساوي اسامه، والسيشن فيفوريت فود بيساوي بيتزا. اي صفحه هروحها هيروح يعمل لي الكلام ده كله. هروح هنا اهو في صفحه ثالثه خالص، هعمل صفحه ثالثه هنا، هحط لها اللينك بتاعها هنا، هنعمل بي ار عشان يجوا تحت بعض كلهم. وهنا هقول له روم نمبر 3، هروح اوضه ثالثه خالص اسمها page3.php زي ما انتم شايفين اهو، وهاخد نفس الكلام ده كله هحطه في صفحه ثانيه اهي اللي هي اسمها page3.php. كده عندي ثلاث صفحات php شايفين. هغير بقى الرساله شويه هنا، هقول له بس هلو اسامه هاو ار يو، او مثلا هقول له هلو اسامه يو ار ان روم مثلا، you are in room 3 بس كده من غير اي حاجة تانية. وطبعا هشيل دي لان مش محتاجينها خلاص، هسيب بس الروم 3 فيها السطر ده،
وابدا ارجع انا لاول صفحه عندي خالص ونشوف من الاول. عندي 3 صفحات اهم، دي صفحه السيشن اللي عملت ستارت للسيشن اللي هي دي، شايفين يوزر نيم بيساوي كذا، فيفوريت فود بيساوي كذا. هدوس عليها اروح للصفحه اللي بعدها روم نمبر 2، قال لي هالو اسامه هاو ار يو، يور فيفوريت فود از بيتزا، اللي هي الصفحه رقم 2 بيج 2 اهي. طيب حطيت له لينك انا يوديني على الصفحه الثالثه. الصفحه الثالثه فيها ايه؟ الصفحه الثالثه بيبدا السيشن بيكملوا معايا اهو زي ما انتم شايفين، وبيكتب لي بس اليوزر نيم هالو اسامه يو ار ان روم 3، بس هو ده اللي هيعمله اهو، هالو اسامه يو ار ان روم 3. لاحظوا معايا ايه اللي حصل هنا. اللي حصل هنا ان طول ما انت مكمل السيشن الفاريبل اللي اسمه يوزر نيم ده ماشي معاك في كل الصفحات، وهو ده يا جماعه اللي انا عايزكم تفهموه النهارده، ان معاك اليوزر نيم او الاي دي او اي حاجه في الدنيا تخص السيشن تمشي بيها بين الصفحات، علشان بناء عليها هتعمل انت الاكشن المعين المناسب للشخص ده. الاكشن ده زي ما قلنا في صفحات الويب، وزي ما هناخد مثال عليه، الاكشن ده عباره عن التراخيص الشخص ده مثلا. يعني في الويب المثل اللي انت هتعمله 100% واللي هو العملي، لان انت هتعتمد على السيشن في ان الشخص تعرف ان الشخص ده ادمن، او بلاش ادمن، ان الشخص ده اصلا يوزر في الموقع. بناء على ان هو يوزر ومسجل في الداتابيس عندي، طول ما انت موجود السيشن ده مسجل اسمك وبتتنقل بين الصفحات عن طريق السيشن ده. كده يا جماعه عرفنا يعني ايه سيشن، وعرفنا الفرق بينه وبين الكوكيز، ودي ده طبعا تقدر تقول عليه درس الانترو. لسه هنعرف ازاي نعدل على سيشن، لسه هنعمل امثله كتير عليه في نفس الدروس دي ان شاء الله، عشان تفهمه 100% وما يتبقاش منه حاجه واقفه قدامك. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. انا هسيب نفس الصفحات دي علشان هنعمل امثله على نفس الصفحات دي برده، مش هيكون فيها اختلاف غير الامثله العمليه. لحد النهارده احنا كده لحد الدرس ده قلنا بس تعتبر معلومات نظريه، وفهمنا يعني ايه سيشن ستارت، بس لسه هنكمل حاجات متقدمه باذن الله هتخليك تغطي السيشن بنسبه 99.9. اشوفكم باذن الله الدرس الجاي، وشكرا.